ينضم إلينا الدكتور محسن السوداني النائب في البرلمان، ينضم إلينا من تونس. دكتور السوداني مساء الخير وأشكرك على الانضمام إلينا في هذه الساعة. لو بدأت بهذه الكلمة للرئيس سعيد، كالعادة ورد فيها الضمير المتصل هم، لن أعبأ بهم، لن أخاطبهم، لن أفعل كذا. هم هذه التي ترد وتتكرر في كلام وخطابات الرئيس سعيد. هل عرفتم وتوصلتم إلى أي جهة توجه هذه الصيغة؟ من هم هؤلاء الذين يتآمرون والذين يفعلون الأفاعيل؟ شكرا على الاستضافة، تحية لسيادتك المحترم وتحية للقناة المحترمة. للتصويت فقط، أنا عضو مجلس النواب سابق للدورة 2014-2019. نعم صحيح. والله ما المسؤول بأعلم من السائل عن هذه الهم اللي هي مبني للمجهول. خطابات السيد الرئيس ترد فيها طلاسم، ترد فيها ملغزات، ترد فيها أشياء غامضة جدا غير بينة. عنده الآن أزيد من عامين وهو في الحكم، لم يقدم لنا شيئا واضحا في أي مجال من المجالات، لا في مجال التشريع وهو له الأحقية وله الأولوية في تقديم مبادرة تشريعية، ولا في موضوع الفساد الذي يتحدث عنه. أنا نحب نذكر السيد رئيس الجمهورية والسادة اللي يتابعوا فينا، اللي هو من عين الأستاذ الفخفاخ اللي دور حوله شبهات فساد، الله أعلم وين نجم تمشي لمجلس القضاء، اللي هو العين السيد المشيشي، بحيث أنه التعطيل والإرباك هو المسؤول عليه، هو الذي منع الوزراء ورفض أن يستقبلهم، هو الذي الآن تسبب في أزمة ذهب ضحيتها شهيد توفي أمس في عقارب، بالمناسبة دي نترحموا عليه. وثم بعض الأخبار زدت لست متأكدا منها، من أنه ثم زوز أخرين كذلك معناها توفوا، بحيث عملية الإرباك وعملية التعطيل وعملية الإنهاك هو كان أحد المتسببين فيها. هو كان بإمكانه أن ينادي الجميع، كل الفاعلين السياسيين وكل القوى الوطنية الاجتماعية والمدنية، وأن يقول لهم افتوني فيما نحن فيه. طيب هذا يعني أنا الليلة سيد سوداني سأكون معك صريح للغاية، لأن نعم. الآن أرواح التونسيين بدأت يعني الآن الحصيلة ربما قتيلة أو ربما ثلاثة كما أشرت حضرتك، والرئيس لا يبدو أنه يتفهم الانتقادات والتوجيهات. وقيل الكثير حول إمكانيات الرجل وقدراته وحتى وضعه الصحي، لنكون صورة حال ليلة مع المواطن التونسي. هل الرئيس لا يريد التفاعل أم الرئيس عاجز على التفاعل مع الآخر؟ يريد توضح لنا هذه النقطة. والله يمكن القول الاثنين، هو بما أنه لا يتفاعل فيحتمل أمره ووضعه الحالتين، يحتمل أنه لا يريد أن يتفاعل برغبة منه وبإرادة منه، أو لا يستطيع أن يتفاعل لأنه ليس لديه لا تجربة سياسية ولا خبرة، لا قبل الثورة ولا بعدها. أنا أتحدث على الجانب الصحي حتى أكون دقيق وواضح، لأنه جرى الحديث على الرجل كثيرا بأنه في صغره كان عنده التوحد، خليني أكون صريح هذه الليلة، فربما هناك آثار لهذا الأمر في شخصية الرجل، لا أدري. أي حتى أنا بجي أكون معك صريح في النقطة هذه ومع السادة اللي يسمعوا فيه. أنا في الحقيقة لست في موقع مؤهل من أي ناحية كان باش نحدد الوضع الصحي لسيد الرئيس. طيب هذه مسؤولية أي طرف إذن؟ هل هناك جهة بإمكانها أن تفعل ذلك؟ ما يدور وما يقال في هذا الشأن يمكن لخبراء أن يقرأوا الخطاب، أن يقرأوا الملامح، أن يقرأوا الأداء، أن يستشفوا بعض الأشياء، رغم أنه من المفروض أنه موقع رئاسة الدولة يوجب على السيد رئيس الدولة سواء كان الأستاذ قيس سعيد أو غيره أن يقدم تقريرا صحيا حول وضع الصحي كل 6 أشهر. هذا من تقاليد الدول التي تحترم نفسها وتحترم مؤسساتها، لأن رئاسة الدولة ليست مهمة بسيطة، هو مسؤول عن شعب كامل، على مصالح، على علاقات دولية، على علاقات إقليمية، على أوضاع كبرى، كل خطوة بحسابها. فيفترض أن تتقدم دائما بالرئاسة بتقرير طبي حول وضع الرئيس. هل ظهر أي تقرير طبي يتعلق بالرئيس؟ لم نعرف ذلك. الحقيقة الموضوع هذا ظل غامضا وقيلت فيه أشياء كثيرة، لأن الجميع يتحاشاه من باب المجاملة أو لا أدري ماذا، ولكن هذه مصالح بلد، هذا مصير بلد، لماذا
نعم. ما هذه احدى المشكلات وهذه احدى المستغلقات مع في الوضعيه مع السيد الرئيس. ما احنا للاسف الشديد معناها العقبه الكأداء الان امام الحل مع السيد الرئيس انه لا يريد ان يتعاطى مع احد. وهذه لحقيقه الامر مش حاله استثنائيه في التاريخ، لانه الاستثناء هو وضع عادي توجد في كل الحالات، وانما هذه حاله شاذه. لم نعرف رئيسا لا يستمع لاحد، لم نعرف رئيسا يعادي كل الاحزاب، لم نعرف رئيسا يعادي كل القطاعات، القضاء، الاعلام، كل جميع يتكلم عن الشعب. هل ادى الشعب برايه وبصوته في مناسبه ما انتخابيه؟ يتكلم عن الشارع، نزلت الالاف مؤلفه من الشارع وتم منعها، ومع ذلك كان العدد الذين تظاهروا ضده اقوى بكثير مما ادعاه. قال رقما خياليا لا يقال حتى في الاساطير والخرافات، وهو ان الذين نزلوا يناصرونه عددهم يبلغ 1,800,000. الرقم ذي خرافي لا يصدقه مجنون فضلا عن عقل. وقد تفطنت الرئاسه الى ذلك مصالح البعض المستشارين او المسؤولين عن الاعلام وسحبوا ذلك. شيء عجيب، يصفوا كل المعارضين باقذع النعوت، حشرات، سرطان، شياطين، فاسدين، لصوص، كل مجرمين، خونة، عملاء. يعني كيف تتفاهم مع هذا الرجل؟ طيب في ظل يعني في ظل هذا الوضع، في ظل هذا الوضع دكتور السوداني، في ظل هذا الوضع الذي وصفته بالشاذ، لأنه الاستثناء يتكرر في بلاد أخرى في العالم، لكن هذا فعلا يعني حالة شاذة وربما غير مسبوقة، أن رجل لا يتفاعل لا مع أحد من المقربين منه ولا من الخصوم، يعني حتى المقربين منه فروا، يعني التيار الديمقراطي كان قريبه وذهب، محمد عبو وغيرهم يعني كثيرون. إذن في ظل هذه الحالة، لأن تونس هي ملك للجميع، هناك مصالح عباد، هناك مصالح رعية، هناك مؤسسات تنهار، هناك حالة اقتصادية ضاغطة، هناك وضع مأزوم، يعني الوضعية تحتاج تدخل. من يفترض فيها أن يتدخل الآن؟ والله اللي يفترض أن يتدخل كل الفاعلين السياسيين الآن قاعدين يتشكلوا وقاعدين يتجمعوا لتبليغ رسالة، أنه لتبليغ رسالة على المستوى الوطني أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. الوضع هذا مش مهدد للحياة السياسية، الوضع هذا مهدد للدولة. الآن تونس في حالة من العزلة بعد أن كانت رمز الديمقراطية ومفجرة الثورة العربية معناها في القرن 21، أصبحت الآن في عزلة وينفر منها الجميع. أخيرا لم يتم استدعاء تونس لحضور قمة على الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر عجيب جدا. تونس معناها تم تأجيل فيما يشبه الإلغاء للدورة الفرنكفونية. يعني ليبيا بحزانها لم يكن لنا منها نصيب من العمل بأي وجه من الوجوه، رغم أنها كانت في فترة ما رئة اقتصادية للتونسيين خاصة في مناطق الجنوب. يعني هذا وضع لا يحتمل، يجب تحسيس الرأي العام الوطني الذي لم يتفطن بعد إلى المخاطر، وبعث رسالة للعالم أنه هذا وضع غير قابل للاستمرار مطلقا. الرجل أصدر مرسوم عدد 117 قال فيه ما لم يقله أكبر عتات الاستبداد، أنه قراراته غير قابلة للطعن. يا رسول الله، هو القرآن الكريم ينسخ بعضها وحتى والسنة تنسخ بعضها بعضا، وقول العلماء الأجلاء ينسخ بعضه بعضا. أنت تجي تقول في 2021 في بلد فجر معناها ثورة ديمقراطية سلمية أنه لا معقب لقراري؟ الوضع الاستثنائي، قال وضع استثنائي مؤقت، لم يسقفه بمدة زمنية معينة، برنامجه غير واضح تماما، لم يتحدث لا مع رجال القانون ولا مع المختصين بالدستور ولا مع رجال الاقتصاد ولا مع الإعلام، لم يتحدث مع أحد. انظر حتى الطريقة والصيغة التي يجمع بها مع وزرائه، يضعهم أمامه ويلقي خطابا، لم نسمع وزير يتكلم عن شأنه، لم نسمع حوار. هذا أمر غير عادي تماما، هذا أمر يتجاوز التعليق. أنا أقول اللغة العربية لم تسعفني بعبارة ومفردة تفي بهذا الوضع. الغريب 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 سيد سوداني، وأنا الحقيقة هنا طبعا أنا أرحب بالرئيس سعيد إذا يتواضع ويشارك معنا في هكذا حوار،
أو المقربين منه، لكن الزملاء حاولوا مع كل المقربين منه ولا أحد منهم يجيب على الهاتف، ولا أحد منهم ربما راغب في الحديث. لكن المثير والذي لاحظه بعض المراقبين أن الوزراء السيدة بودن وغيرها يعني يقفون حول الرئيس وصامتين، يعني ما هذه العلاقة؟ يعني كيف تقيم مثل هذه العلاقة؟ شوف أستاذ صالح، أنا أشفق لحال هؤلاء الوزراء رغم أن يتحملهم المسؤولية الأخلاقية والسياسية، وقد يتحملونها لاحقا قانونيا، قد يتحملونها لاحقا قانونيا إذا لم يتم تدارك الأمر في القريب العاجل، قد يتحملونها قانونيا، كل من شارك في الانقلاب قد يكون محل تتبع قضائي وقانوني. أنا أشفق الآن لحالهم عندما أنظر إلى العديد من الكفاءات موجودة في الحكومة، تلقى دكتور في اختصاص ما ويسمع. أنا مرة شفت مشهد سريالي، السيد الرئيس يسب يقول في كلام وينعت في خصومه بأقدع النعود، والوزراء يكتبون، لا أعرف ماذا يكتبون، هل يكتبون حكما؟ هل يكتبون تعليمات؟ هل يكتبون سياسات؟ هل يكتبون إحصائيات؟ هل يكتبون استخلاصات؟ السيد الرئيس يسب ويقول كلام غير لائق في حق خصومي أو في حق المخالفين معه، وهذا يقع في الديمقراطيات، وهم يكتبون. ماذا تكتبون؟ إن كان تظاهرا بأنكم مركزون على ما يقوله السيد الرئيس، فهذا في حق أمر ليس لائق وليس محترم. ماذا تكتبون؟ يعني أنا أشفق لحالهم، أنا أشفق لحالهم كثيرا، خاصة أنه هذا وضع غير قابل للاستمرار. دعك من الأخطاء، هو الحقيقة البلد منظومة سياسية سابقة، البلد كاملة بالفعل يعني باتت محل شفقة للأسف، حتى أن بعض النشطاء كتب على صفحات التواصل تحولنا، يقول، من أنموذج في المنطقة إلى مسخرة بين ظفرين. طبعا ونقول هذا بكثير من التحفظ، لأن تونس لا تستحق مثل هذا الوصف، لكن الوضع يبدو بات سيء للغاية. الآن أنتقل بك إلى رئيس البرلمان سيد السوداني. رئيس البرلمان قال يعني كلام كبير وتحدث على تهاون الرئيس وتقصير الرئيس في جائحة كورونا والكثير الحقيقة من الملفات في حوار مطول مع جريدة الصباح، لكن ماذا بعد هذا الحوار؟ هل هناك خطوة نريد طمأنة للجمهور التونسي؟ حالة القلق رأي نسبة وصلت الآن 90% أو زادت، الناس تريد أن تفر من البلد جميعا، لو فتح الباب لن يبقى تونسي واحد، وأنتم مسؤولون. أنا أتحدث على البرلمانيين الحاليين والحكومة الحالية والسابقة، رئيس البرلمان، رئيس الدولة، الجميع مسؤول. ماذا بعد هذا؟ أنا باش نعطيك تقديري أنا للأمر على وجه الصراحة. أنا أعتقد أنه منظومة 2019 منذ التي أنجبتها انتخابات 2019، المنظومة السياسية البرلمانية وغيرها وخاصة البرلمانية، قد أبانت عن فشل وقصور وعجز منذ الأسابيع الأولى للاشتغالها، وقد كان يفترض أن يبادر الفاعلون السياسيون بما في ذلك رئيس البرلمان إلى الدعوة إلى إعادة الأمانة إلى الشعب على قاعدة قانون انتخابي آخر لا يفرز نفس المشهد، لأنه إحدى أسباب الأعطاب التي أنتجت هذا المشهد الضعيف والهش والمشتت هو القانون الانتخابي المختل، والذي صيغ في فترة ما على خلفية استبعاد طرف آخر اللي هو طرف حركة النهضة الإسلامية، استبعادها من المشهد أو إضعافها أو تحجيمها إلى أقصى درجة. نأتي إلى موقف رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد غنوشي، هو عبر في أكثر من مناسبة أن نتنادى إلى الحوار، وقد قدم الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة وافق عليه للحوار، قدمها إلى السيد رئيس الجمهورية، ولكن السيد رئيس الجمهورية لم يتفاعل. السيد رئيس البرلمان مستعد للاستقالة، مستعد للتعاطي إيجابيا مع كل موقف ينقذ تونس ويخرجنا من هذا المأزق. ما فماش تابو وراه في السياسة، ما فماش حاجات محرمة في السياسة، كل شيء نسبي. طيب ما دام لا شيء محرم في السياسة، دعني أقترح اقتراح، لا أدري يعني، لأنه سعيد الرئيس سعيد ربما يتعامل بشكل تقليدي للغاية، فلماذا لا يتنازل الآخرون بطريقة تعاطيه؟ يعني لو رئيس البرلمان تواضع من جانبه وأخذ سيارته وذهب إلى القصر الرئاسي، ماذا يمكن أن يحصل؟ جاءت محاولة اتصالات بين السيد، بادر بها السيد رئيس البرلمان بالسيد رئيس الدولة، وكان آخر هذه المحاولات
عشية المناسب بمناسبة المولد النبوي الشريف. نعم. ولكن السيد رئيس الجمهورية لم يجب، لم يرد عن الاتصال. حاول بطرق أخرى، بشخصيات، بوسائط، ولكن السيد رئيس الجمهورية لا يتفاعل. يعني أنت تؤكد الليلة بأن رئيس البرلمان حاول أكثر من مرة التواصل مع الرئيس، والرئيس هو الذي لا يجيب. السيد رئيس الجمهورية، ولكن للأسف الشديد السيد رئيس الجمهورية لم يجب ولم يرد ولم يتفاعل. بينما المسألة بسيطة جدا، لو يلتقي الرجلان ويتفاهمان فيصار إلى أي اتفاق. ما ليس هناك رأي مشكل السيد صالح، وهذا اللي يعلمه التونسيون جميعا. المشكل اللي يزيد يعمق الحيرة هو أنه ويعطل التحليل، ما يخليش يجري بسلاسة، هو أنه ليس بين السيد رئيس الدولة والسيد رئيس البرلمان أي عداوة. أنا نقول أكثر، ليس بين السيد رئيس الجمهورية وحركة النهضة أي خلاف أو أي عداوة، لا من خلفية سياسية ولا إيديولوجية ولا غيرها. أنا لا أعرف من أين هذا التعطل على وجه التحديد. لو يصار إلى التقاء وحوار تنحل المسألة ببساطة جدا وفي وقت قياسي، وأنا أقول لك نوفر الجهد والوقت وخسائر معناها الثروية والقرية. طيب. والأرواح اللي قاعدة معناها تشوفها قاعدة تسقط. أختم معك بالمحطة القادمة وهي محطة 14 من نوفمبر. إذا لم يحصل نعم. أي تقدم في الحوار من الآن حتى 14 من نوفمبر، ماذا سيكون يومها؟ هل ستكون مناسبة ربما للحسم أو للمفاصلة مع رئيس الدولة ومن معه؟ شوف كيفاش، احنا دائما في الممارسة السياسية هذه موضوع الحسم ولن والقطع النهائي مع أي طرف راه من أطراف المساحة السياسية يتقدمه السيد رئيس الدولة. لا نشتغل بمقتضاه، نحن نشتغل بمقتضى المبدأ التالي: الأمل دائما أفق، ونحن نتعاطى بأفق واضح وهو إعادة الحياة السياسية وإعادة تونس على سكة الديمقراطية. دحكة من البرلمان يرجع ما يرجعش، يرجع بشكل سابق، يقع في تعديلات ولا غيره. تونس الآن مش برلمان تنحى، تونس الآن الأصل نتاع مبدأ الحرية مهدد، يمكن أن لا يعود البرلمان. ونمر مباشرة في غضون 3-5-6 أشهر إلى انتخابات تشريعية مبكرة وحتى رئاسية لما لا. المهم الآن هو عودة الحياة السياسية إلى وضعها الطبيعي. الآن القضاء يستغيث كل القطاعات في القضاء، جمعية القضاة، نقابة القضاة، المعهد الأعلى، المجلس الأعلى للقضاء، قضاة وحدهم خرجوا العشية معناها بيان، كلهم يستغيثون. نفس الشيء بالنسبة للأحزاب، نفس الشيء بالنسبة للاتحاد، مش يلاقي أكسي مدخل مع الرجل مع رئيس الدولة. يجب أن تعود تونس للحياة الديمقراطية وأن يصار إلى حلول، والحلول ممكنة. المسألة الآن مش تعطل البرلمان راوي صالح ولا تعطل الحكومة ولا حكومة غير شرعية. المسألة الآن أكبر من ذلك بكثير. تونس في عزلة الآن، تونس معنا على حافة الإفلاس، إن لم تكن فعلا رسمية في حالة من الإفلاس، ولكن لم يعلن عن ذلك. معناها عادينا الاتحاد الأوروبي، عادينا أمريكا، ما لقيناش حل مع ليبيا، ولينا نتوهم ونقول وراها وجينا منها محاولة معناها اغتيال. ما شنو وضع غير طبيعي هذا؟ وضع غير طبيعي. ترجع الحياة السياسية ويصار إلى تفاهمات. نحن سنتحرك وستكون محطة 14 من الشهر الجاري 14 نوفمبر محطة نضالية باتجاه القول ورفع الصوت. يجب أن تعود تونس إلى سكة الديمقراطية وسكة الفصل بين السلطات واحترام الحدود واحترام الصلاحيات واحترام الرموز الوطنية واحترام ونفي خطاب هذايا التشنج والتوتر والنعوت السيئة جدا. القذعة، حشرات، سرطان، شنو هذا؟ هذا خطاب يقول رئيس دولة كان يفترض أن يكون معناها مجمع. الدكتور مجمع لكل التونسيين. نعم. أنا نعرف القائد مهما كان مكان في القيادة متاعه وبابي أولى قائد الدولة وقائد الجمهورية يكون خطابه مجمعا. وقد أعطى الرؤساء السابقون بدرجات متفاوتة من الأداء والعطاء أمثلة في معناها مستويات متقدمة من الرقي، أخيرهم الأستاذ الباجي رحمه الله. معناها في أكثر مناسب وقع خلاف داخل نداء تونس، وقع خلاف مع الشاذ، ولكن خطابه كان جامعا. غير معقول هذا. الدكتور محسن السوداني وصلت المدنية إلى تونس. نعم. ويكون فيها سلاسة زمن التفاهمات واتفاقات، ونحن ماضون قدما في هذا الهدف. ننتظر على كل حال، ننتظر ونرى. الدكتور محسن السوداني عضو مجلس النواب السابق، كنت معنا من تونس، نشكرك جزيل الشكر.